أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التعويض المالي الذي يقدمه الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا والذي تم إنشاؤه بناء على تعليمات الملك محمد السادس يتعلق فقط بالموظفين الذين فقدوا وظائفهم ابتداء من 15 من مارس، وذلك حسب ما تنص عليه اتفاقية دعم القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضاف الصندوق أن الموظفين الذين عملوا في الجزء أو كامل النصف الثاني من مارس 2020 ليسوا مؤهلين للحصول على التعويضات المالية. وأضاف نفس المصدر عن أي شركة صرحت عن طريق الخطأ أو سوء فهم بموظفيها المتوقفين مؤقتا عن العمل على الموقع لشهر مارس يجب عليها إرجاع التعويضات التي تلقاها هؤلاء الموظفين دون مبرر.